إذن كما تابعنا، هذا هو المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعتقد أن المشهد معبر بكل الصور، سواء رفض الشعب المصري بكل فئات ما يحدث خلف هذه الأسوار لقطاع غزة ولسكان قطاع غزة. حالة هذه الرفض طبعا أعتقد بشكل كبير تصل إلى أمين عام الأمم المتحدة، وأعتقد أن وجوده في هذا المكان تحديدا وبلغته في حواجز تفصل ما بين الشعب في حاجة إلى الغذاء والطاقة والكهرباء، مقطوع عنه كل هذه الأشياء، مقطوع عنه هذه المساعدات، وخلف الأسوار وخلف هذه الحواجز هناك مساعدات بالفعل في انتظار أن تصل إلى مستحقيها من سكان قطاع غزة خلف هذه الحواجز. مشهد معبر وبكل تفاصيله، مشهد يعبر عن طبعا كيفية أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوط شديدة جدا دون وصول هذه المساعدات برغم كل التنسيق. أنطونيو غوتيريش أكد على أهمية هذا التنسيق، والذي يرى أن الدولة المصرية تلعب فيه دور كبير، القيادة السياسية المصرية تلعب دور كبير من أجل التنسيق لوصول هذه المساعدات. كمان أشار إلى فكرة التنسيق ما بين الجانب المصري والإسرائيلي لدخول هذه المساعدات لمستحقيها من أبناء قطاع غزة، وأكد أن مصر دولة ذات سيادة، وأعتقد دي مسألة بشكل كبير تعبر عن واقع المجتمع الأوروبي الآن والتغير في اللغة ربما المستخدمة لبعض المشاهد داخل المجتمع الأوروبي، وخاصة بعد الضغط والمظاهرات أيضا موجودة في الكثير من العواصم الأوروبية للضغط على المنظمات الدولية للقيام بدورها في دعم القضية الفلسطينية وفي مساندة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من القتل والهجمات الوحشية، بالإضافة أيضا إلى نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية طبعا التي بشكل كبير جدا تؤثر على وجوده في القطاع. كما أيضا أكد على فكرة التنسيق، وأعتقد دي مسألة هامة بين الجوانب المختلفة، وهي تمهيد أيضا كما قلت للقمة المزمع عقدوها غدا يوم السبت، قمة السلام التي دعت إليها مصر وبوعي شديد من القيادة السياسية لأهمية هذه القمة في الوقت الراهن لإيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة وإيجاد حلول وافية لمحاولة تغلب على كافة التحديات في التنسيق ما بين الجانب المصري والإسرائيلي دخول هذه المساعدات. كما نشاهد على الشاشة حالة غضب شديدة جدا من فئات الشعب المصري، من شباب المصري، من هم خلف هذه الحواجز وهذه الأسوار، ويجدون أن هناك رغبة شعبية لوصول هذه المساعدات لأبنائنا وأهالينا في قطاع غزة. هذه الصورة معبرة لكل الميديا وسائل الإعلام الغربية اللي أعتقد أنها تتنقلها الآن عبر شاشاتها المختلفة للحديث عن كيفية رفض البلدان العربية لما يحدث داخل قطاع غزة. إلينا من رام الله السيد جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي. سيد جهاد، بعد التحية، طبعا في اعتقادك الزيارة الهامة الأمين العام للأمم المتحدة، وكيف تجد أن هناك بالفعل أفاق ربما موجودة يعني بشكل كبير لفتح المعبر وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع ولسكان غزة؟ سيد جهاد، هذه الزيارة مهمة للوجود أو لوصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى المعبر لتعزيز إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية التي سعت الجمهورية المصرية والقيادة المصرية على إدخال هذه المساعدات للفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي عمليا، وتقديم هذه المساعدات سواء الإغاثية أو الطبية لمحاولة لوقف الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من المواد والسلع وكذلك الكهرباء والماء والوقود لاستكمال حياتهم على الأقل بظروف تمكنهم من الحياة داخل قطاع غزة. امتناع إسرائيل حتى الآن عن إدخال المواد يسبب وعلى الأغلب سيكون هناك كارثة إنسانية وصحية أكيد، ويتنافى مع الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمهورية المصرية والمجتمع الدولي
إغاثة الفلسطينيين أثناء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم. سيد جهاد، من وجهة نظرك يعني هناك بعد إنساني وبعد سياسي أيضا للخروج من هذه الأزمة، فاعتقادك التنسيق ما بين الدول العربية من جانب، وهناك مبادرات عديدة بالإضافة إلى التنسيق الدولي الموجود حاليا وتحديدا مع زيارة أمين العام الأمم المتحدة لمعبر رفح، ومشاهدة يعني ربما أو متابعة هذا المشهد المعبر بكل تفاصيله عن هذا السور أو هذا الحاجز ما بين مساعدات إنسانية وسكان غزة اللي هم في حالة يعني رغبة شديدة لمثل هذه المساعدات، ما بين حل إنساني وحل سياسي أيضا، كيف ترى المسألة وكيف ترى الأمال أو ربما الأفاق اللي ربما قد تكون متنفس حقيقي الخروج من هذه الأزمة من خلال القمة المزمع عقدها غدا؟ يعني بكل تأكيد نحن نتحدث عن الجانب الإنساني، هو جانب مرحلي لإغاثة، لكن صحيح. الأهم بالنسبة للفلسطينيين هو الجانب السياسي، أي الوصول إلى حلول لإنهاء أولا وقف اطلاق النار وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، والاجتماع يوم غد في مصر بحضور عدد وافر من الدول وقيادات الدول ايضا، للنظر ليس فقط في الجانب للنظر في مستقبل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وتقديم خيارات وحلول وسيناريوهات تمكن المنطقه من العيش بامن وسلام وتزيل العدوان الإسرائيلي على فلسطين. هذا الجهد المقدر والمهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومخاطره ليس فقط على فلسطين بل على منطقة الشرق الأوسط وعلى الأمن الدولي. يعني هذا العمل، هذه القمة ستكون لها ارتدادات وتأثيرات مهمة لناحية استتباب الأمن وإنهاء أو محاولات إنهاء العدوان الإسرائيلي ضمن الجهود العربية والدولية التي تسعى لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة. سيد جهاد، يعني ما بين فكرة زيارة أمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمعبر رفح والأمال المرتقبة من القمة المنعقدة أو المزمع عقدوها غدا، هل تعتقد أن هناك ثم التحرك من قبل منظمات المجتمع الدولي لتسريع فكرة وقف إطلاق النار وحماية أهالي قطاع غزة من كل الكوارث الإنسانية يعني حالات الضحايا اللي بتسقط كل يوم إزاء طبعا الهجمات الوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هناك جهود عربية مصرية عربية وفلسطينية ودولية أيضا لإنهاء ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي أو وقف إطلاق النار، لكن ما زالت هذه الجهود تصطدم بحائط الإدارة الأمريكية التي تقدم الدعم بشكل غير متناهي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال عدوانها، حتى أن التصريحات الصادرة عن الرئيس وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأنه ليس في مصطلحاتهم اليوم وقف إطلاق النار. هم يريدون منح إسرائيل المزيد من القوة لتدمير أقصى ما يمكن من قطاع غزة ومن الشعب الفلسطيني حتى الآن، وتهجيره والمخاطر من هذا التهجير سواء إلى الأردن أو إلى مصر إلى سيناء، خاصة لسكان قطاع غزة. هذه المخاطر التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي إيجادها وخلالها والمراوغة من خلالها أيضا بكل تأكيد الجهود يجب أن تنصب أولا لحماية الشعب الفلسطيني، منع إمكانية تهجيره من جديد كما حدث في عام 48، وأيضا فرض المجتمع الدولي على إسرائيل وإلزامها بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هل تعتقد أن هناك ضغط من قبل الداخل الأمريكي والأوروبي؟ يعني الآن هناك في بعض التحركات داخل الولايات الأمريكية ضد جو بايدن من فكرة دعم، الحين أن كان في منع لبعض هذه المظاهرات في بداية الأمر زي ما حدث في دولة زي ألمانيا على سبيل المثال، هل تعتقد أن الضغط داخل المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي ربما يحدث أو يحرك ساكن في يعني رد فعل المجتمع الأوروبي والأمريكي تجاه الهجمات الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؟ يعني بكل تأكيد أي حراك للجاليات العربية والإسلامية يزيد الضغط على الحكومات، خاصة تلك الحكومات التي وقفت إلى جانب إسرائيل بشكل يخالف القانون الدولي. ما شاهدناه في باريس على سبيل المثال، رغم منع السلطات الفرنسية في بداية
العدوان الإسرائيلي لأي مظاهرات. شاهدنا مظاهرات ضخمة في باريس في بريطانيا وأيضا في ألمانيا وتستمر في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه عوامل ضغط على البرلمانات والحكومات لتعديل موقفها من العدوان الإسرائيلي، لتعديل دعمها للعدوان الإسرائيلي من ناحية وقف إطلاق النار والأخذ بالمواقف العربية التي قدمها الزعماء العرب أثناء جولة وزير الخارجية الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، وبالإضافة إلى المواقف المعلنة. ناهيك عن ما سيحدث يوم غد في المؤتمر الدولي الذي الإقليمي والدول الذي دعت له الجمهورية المصرية لناحية اتخاذ مواقف واضحة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه الجهود الرسمية والشعبية تظهر بأن هناك ضرورة للضغط على الحكومات. هذه الجهود يمكن أن تضغط على الحكومات وعلى البرلمانات الأوروبية تحديدا لتعديل موقفها. في ظني أن مع الوقت مع ازدياد هذه التحركات الرسمية العربية والمتضامنين الأجانب مع القضية الفلسطينية وضد العدوان الإسرائيلي، في ظني أنه سيحدث تغيير لدى هؤلاء الزعماء الذين أيدوا بشكل مطلق العدوان الإسرائيلي. بين يعني وضع سياسي او مكاسب سياسيه وانجاز التعبير وين توين سيتويشن، او فكره ان الاطراف كل منهم يعني يستطيع ان يجد اكبر قدر من المكاسب على طاوله المفاوضات، كيف يمكن للدول العربيه ان يتشكل من يعني عن طريق تكثيف المبادرات المختلفه وربما الزيارات واللقاءات المكوكيه اللي حدثت خلال الايام الماضيه رؤيه عربيه موحده لتقدمها غدا في هذه القمه؟ أنا يعني أعتقد أنه ما شاهدناه من موقف عربي، موقف الزعماء العرب الذي قابلهم وزير الخارجية الأمريكي خلال الأسبوع الماضي كان موحدا. قد يكون الآن تتويجه بوثيقة بموقف جماعي يصدر عن القمة يوم غد، بحيث يشكل مرجع أساسي لأي تحرك عربي أو دولي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي. وهنا أريد أن أذكر بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المسألة ليست العدوان الحالي، ليست 7 أكتوبر، إنما المسألة هو الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. الأمر الذي ومنهجية هذا الاحتلال طوال نعم تدعو إليه القمة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يمنع إمكانية تجدد موجات من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويمنع إمكانية الوصول إلى حرب أو عدوان إسرائيلي ضد الفلسطينيين. هذا هو الجذر الرئيسي. الحل الأساسي هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لذلك السعي يوم غد صحيح أنه هناك تركيز على العدوان الإسرائيلي القائم الآن لتخفيف حدة الأزمة لدى الفلسطينيين، لكن الأهم في نظري ما سيخرج من عن القمة ووفقا للتصريحات التي سمعناها من زعماء العرب وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ينبغي إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإقامة السلام عبر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لما قاله قبل قليل وزير الخارجية المصري في تصريحات له صدرت اليوم. من خلال سنوات عديدة يمكن شهد الصراع العربي الإسرائيلي محطات مختلفة فيها، هل تلمس نقلة مختلفة في فكرة تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ لأن أعتقد طبعا الهجمات اللي شفناها وتابعناها خلال المرحلة أو الأيام الماضية برغم أن هناك تاريخ طويل، يعني لو بنتكلم على يعني القصف مستشفى هناك تاريخ في بحر البقر دير ياسين صبرا وشتيلة، هناك تاريخ طويل للاحتلال الإسرائيلي، ولكن السؤال اللي بيفرض نفسه هل تلمس نقلة مختلفة في فكرة تعامل الاحتلال مع الأراضي الفلسطينية أو في المنطقة برمتها؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي هو بذاته بثقافة الاستعمار يريد الإبقاء على حالة الردع للدول العربية والفلسطينية. ما شاهدناه من مجازر في مصر وفي الأردن وفي أراضي في أثناء الحرب عام 48 هو يكرر هذه المجازر اعتقادا منه أنه يردع العرب والفلسطينيين
نتيجة هذه المشاكل. انظر على سبيل المثال ما جرى في المستشفى الأهلي المعمداني قبل عدة أيام. بالأمس قصف كنيسة فيها لاجئون فلسطينيون، أي فلسطينيين لجأوا إلى هذه الكنيسة باعتبارها مكانا آمنا كما هي المستشفيات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الفلسطينيين، يتعمد إحداث مجازر واسعة في قطاع غزة. عندما نتحدث عن حوالي 80 عائلة أبيدت إبادة كاملة وخرجت من السجل المدني، أليست هذه المجازر؟ هو يريد القيام بهذه المجازر من أجل إخافة وردع الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومنع إمكانية مساندة عربية للفلسطينيين في هذا الأمر. شاهدناها في مصر، شاهدنا كذلك في الأردن وفي أراضي المحتلة عام 48 مثل دير ياسين وغيره، وكذلك في لبنان صبرا وشتيلة وغيرها من المجازر التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي أو ساند وأشرف عليها الاحتلال الإسرائيلي. جميعها محاولات لإخافة وكي وعي الفلسطينيين والعرب، لكن ما زالوا يقاومون الاحتلال الإسرائيلي وما زال الفلسطينيون والعرب بمساندة الدول العربية والشعوب العربية وأحرار العالم مستمرون في نضالهم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. مع تغير ربما آليات الإعلام عالميا، يعني وإن كان طبعا يعني الحركة الصهيونية بتمتلك قدر كبير جدا من الآلات أو آلية الإعلام دوليا، فتقادك الدور اللي يمكن أن تقوم به الجاليات العربية داخل المجتمع الأوروبي والأمريكي وتحديدا الجالية الفلسطينية اللي موجودة بشكل كبير أيضا في العواصم الأوروبية، كيف يمكن أيضا أن تشكل قوة ضغط على المجتمع الأوروبي والأمريكي من أجل تسريع فكرة رفض طبعا هذه الهجمات الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟ كل تأكيد هناك تغير كبير في وسائل الإعلام وفي القدرة للوصول خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنقل الحقائق. صحيح، ولمسنا بقوة الأيام الماضية يعني. نعم بكل تأكيد اليوم هناك تأثير واسع والصورة لها تأثير واسع، خاصة عندما تنتقل مباشرة عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يمكن استثمارها في تقديم الرواية الفلسطينية والمظلومية الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي وعدم إبقاء للدعاية الإسرائيلية، عدم إبقاء سيطرة الدعاية الإسرائيلية على وسائل الإعلام الغربية والتي تقدم للأجانب أو للدول الأوروبية أو للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك دور هام وكبير للجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية بتغيير موقف الأحزاب والمتضامنين والشعوب لناحية النظر بعقلانية لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكحضرتكم في وسائل الإعلام اليوم عندما تبثون مباشرا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، نعم، العالم ينظر إليها ويتطلع ويحدد مواقف قد تكون مختلفة عن ما كانت لديه أو عن الأفكار التي كانت لديه نتيجة سيطرة الإعلام الغربي أو سيطرة الدعاية الإسرائيلية على الإعلام الغربي. وتغيير هذا التغيير يحدث مع الزمن مع مزيد من تدفق المعلومات وتدفق الحقائق لهم من أجل تغيير مواقفهم واتخاذ مواقف جديدة مناصرة للقضية الفلسطينية ومناهضة للعدوان ومناهضة للاحتلال والجرائم التي يرتكبها، وخاصة فيما يتعلق كما ذكرت بالداخل الأمريكي أوروبي يعني وحتى الداخل الإسرائيلي. يعني ربما حكومة نتنياهو قبل يمكن 7 من أكتوبر كان هناك أزمة داخل الداخل الإسرائيلي وفكرة رفض البعض للسياسات طبعا اليمين المتطرف ربما اللي بيتبعها نتنياهو في بعض الأحيان. إلى أي مدى يمكن فكرة الاستفادة سياسيا من بعض ملامح الضعف وليس القوة داخل هذه المجتمعات؟ يعني في إسرائيل اليوم هناك فضل لم يكونوا يتخيلوا أن تكون هناك عملية كما جرت في يوم السابع. صحيح، هي ضربة موجعة بكل المقاييس. نعم، لكن في إسرائيل اليوم أيضا نقاش جدي واستعادة لبعض أقطاب اليسار الإسرائيلي لفكرة الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من جلب هذه المعركة وهو من جلب الخسائر على الجانب الإسرائيلي أيضا، وبالتالي بدأت تبرز أصوات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة
بإعادة النظر بهذا العدوان ووقف هذا العدوان والذهاب إلى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال. لكن هذه الأصوات ما زالت ضعيفة، وهناك حالة هستيرية في الإعلام الإسرائيلي لمنع إمكانية النقاش في هذه المسائل والإبقاء على رواية جيش الاحتلال والحكومة الاحتلال الإسرائيلي كمهيمن في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الناطقة باللغة العبرية. لاحظنا بعض الأحيان بعض الصحفيين يصفون ويدفعون الجيش دفعا لمغامرة الحرب البرية، يضغطون بشكل كبير، لكن كما قلت قبل قليل هناك أصوات بدأت تبرد بين أفراد اليسار وبعض الإعلاميين بالتعقل وإعادة النظر في المسألة بجوهرها وليست فقط في العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع. أكيد. يعني سيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، كيف ترصد حاليا المشهد داخل الأراضي الفلسطينية؟ ربما نتحدث عن تقريبا يعني أسبوعين من الضربات من أول 7 أكتوبر، فهل تعتقد أن هناك أو مدى حجم وقدرة الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة على المقاومة وعلى الاستمرار في ظل النقص الشديد في مواد الإغاثة، في الغذاء، في الطاقة، في الكهرباء؟ فكرة الروح المعنوية داخل القطاع نفسه كيف ترصدها لنا؟ يعني من ناحية معنوية ما زال المواطنين الفلسطينيون صابرين ويواجهون الاحتلال الإسرائيلي. شاهدنا العديد من المواطنين على الرغم من المعاناة التي يعيشونها، على الرغم من الألم الذي يذوقونه نتيجة فقدان الأهل والأحباء والأصدقاء، إلا أنهم مستمرون في مواجهة وصامدون في مواجهة العدوان الإسرائيلي. و سمعنا الكثير منهم أنهم لا يرغبون بالهجرة من قطاع غزة وأنهم يؤيدون المقاومة الفلسطينية حتى الآن في مواجهة الاحتلال. أما على قدرة المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي، ما زلنا نشاهد أن هناك إطلاق صواريخ في فترات متعددة تصل إلى تل أبيب ولا غيرها من الإسرائيلية، وهناك بعض التصريحات التي تقول أن المقاومة الفلسطينية أعدت مفاجآت للاحتلال الإسرائيلي. الجانب الآخر الضفة الغربية هناك تصاعد أيضا للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم على سبيل المثال جميع ساحات الضفة الغربية في المدن والبلدات هناك خروج لمسيرات لتضامن مع شعب مع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وهناك مواجهات حادة مع الاحتلال الإسرائيلي في أغلب مراكز الاحتكاك بين المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبالأمس حتى صباح هذا اليوم كان هناك اجتياحا إسرائيليا لمخيم نور شمس ارتقى خلاله 13 شابا وبينهم أطفال أيضا ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 آخرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي. المواجهة قائمة مستمرة من أجل مساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وهذا أيضا ما يعول عليه الفلسطيني، مزيد من التضامن العربي الشعبي والرسمي، مزيد من التضامن الدولي لمساعدة الفلسطينيين للضغط على الحكومات وأيضا لتعرية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. يعني هناك ربما العديد من التصورات بشأن ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. أعتقد أن وجود هذه القمة بالغدا وزيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هتلعب دور كبير ربما في تحريك ساكن فيما يتعلق بهذه الأزمة. سيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه المتابعة. والآن ينضم إلينا هاتفيا السيد أحمد، سيد أحمد خبير علاقات الدولية بمركز الأهرام دراسات السياسية والاستراتيجية. سيد أحمد بعد التحية، المشهد الذي نراه حاليا أمامنا في معبر رفح وزيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمعبر، كيف ترى هذه الرسالة وهذه الزيارة ربما رسالة إلى العالم بأسره من أجل وقف إطلاق النار، من أجل تسريع فكرة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة؟ بالطبع يا فندم، هي رسالة من العالم ممثلة في الأمم المتحدة، ممثلة في أمينها العام، بأن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب بمعنى الكلمة.
أن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك حتى للقانون الدولي الإنساني. وعندما يقف أمين عام الأمم المتحدة فهو بيعكس أن الأمم المتحدة الممثلة لرأس المجتمع الدولي هي تعتبر أن ما تقوم بإسرائيل هو انتهاك لكل المواثيق وكل الأعراف الدولية ولمصداق الأمم المتحدة، وأن هناك أولوية. الرسالة الثانية، هناك أولوية عاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية لشعب الشقيق في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا صعبة، يعني ظروفا تكاد تصل إلى يعني إلى مرحلة الجحيم. إسرائيل تقطع الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء عن الشعب الفلسطيني وفي عقاب في إطار سياسة العقاب الجماعي، وبالتالي هي تقول أن لابد من إدخال المساعدات، أن من يتعنت حقيقة في إدخال هذه المساعدات هو الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يرهن ويربط ويشترط ويربط هذه المساعدات الإنسانية بالقضايا السياسية وقضايا الأسرى والرهائن في محاولة يعني محاولة يائسة ومحاولة أيضا انتهاك القانون في الخلط ما بين السياسي وما بين القانون. هناك الآن أولوية عاجلة حتى عندما تعرض إسرائيل للحرب، فإن هناك قوانين للحرب، هناك حد أدنى من القواعد التي يجب الالتزام بها وهي الحفاظ على المقومات الحياتية للمواطنين من مياه وكهرباء نظيفة ومياه نظيفة وغيرها، وإسرائيل تنتهك بعرض كل هذه القوانين. ولذلك رسالة أمين العام المتحدة اليوم يتضامن مع الشعب الفلسطيني، هي امتعاض واحتجاج على السياسة الإسرائيلية وتأكيد أن العالم كله حقيقة يقف لجانب الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل فقط ومعها بعض الدول وخاصة أمريكا هي معزولة تقف في مواجهة إرادة المجتمع الدولي. أستاذ أحمد، تحدث أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة على فكرة التنسيق ما بين الجانبين المصري والإسرائيلي من أجل دخول هذه المساعدات أو ربما إيفاء الشروط، ويعني محاولة التغلب على أبرز التحديات التي تواجه طبعا عبور هذه المساعدات. فاعتقادك ما هي أبرز هذه العقبات التي تقف يعني الآن صدا منيعا أمام دخول هذه المساعدات بالشكل الذي يليق أو تذهب لمستحقيها داخل القطاع؟ يعني في الواقع أن العقبات والتحديات هي من جانب الإسرائيلي قولا واحدا. المساعدات هناك عشرات الشاحنات تقف منذ أكثر من 10 أيام على باب معبر رفح تنتظر الدخول، ولكن المشهد يعبر عن نفسي بالطبع، ولكن إسرائيل يعني هذه المشهد وهذه الشاحنات يعني تقف وبها كل يعني كل المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة. ولكن على الجانب المشكلة في الجانب الآخر، إسرائيل أولا قصفت المعبر أكثر من مرة وجعلته غير صالح حتى لمرور الشاحنات، وعندما تم تصليحه يتم قصف مره اخرى. العقبه الثانيه، اسرائيل كما قلت تضع شروط تعجيزيه لمرور المساعدات سواء فيما يتعلق بعدد محدد من الشاحنات او ربط هذه المساعدات بالافراج عن الاسرى والرهائن، وهذه قضيه مختلفه تماما وليس لها علاقه بالبعد الانساني. هذه قضيه بين اسرائيل وبين الفصائل تحكم اعتبارات السياسه واعتبارات توازنات القوى، لكن ليس لها تماما اي بعد، وبالتالي ربط اسرائيل واسرارها هو الذي وضع كل هذه العقبات. انا في اعتقادي العقبه ايضا الاخرى هو الجانب الامريكي، لان الجانب الامريكي لم يضغط بالشكل الكافي على الجانب الاسرائيلي للسماح بمرور المساعدات وايضا تامين وصول هذه المساعدات، لان المشكله ان حتى لو تم ادخال المساعدات اسرائيل قصفت قبل ذلك الشاحنه للمساعدات، وبالتالي الجانب الامريكي ما زال برضو يعني فكره الكيل بمكيالين او الدبل ستاندرد، يعني خليني اقول ان فكره برضو ان الدعم المطلق لاسرائيل، وده اللي ظهر بشكل جلي طبعا من خلال زياره اسرائيل، وفي الوقت ذاته الحديث عن فكره التنسيق مع الجانب المصري من اجل دخول المساعدات الانسانيه. اذا هناك يعني الكيل بمكيالين يجد مساحه كبيره لنفسه طبعا في هذه الازمه. بالطبع، يعني لا يعني نكون صراحه، الجانب الطرف الوحيد الان القادر على الضغط على الجانب الاسرائيلي هو الجانب الامريكي. اسرائيل لا تعبا بالا بالامم المتحده ولا بالمناشدات الدوليه ولا بمنشمات المنظمات الاغاثه العالميه، ولا كل هذا لا تعبا به وتتحدى وتستشير في سياسه الانتقام الشامل للشعب الفلسطيني. الجانب الامريكي يبدو يمسك المتعصب من المتعصب، يبدو ضبابي في بعض الاوقات، تصريحات تبدو انه كانه متجاوب وانه يعني متفهم لادخال المساعدات وضروره الحفاظ على المدنيين، وهذا الخطاب الذي لا يتناسب تماما مع الافعال على ارض الواقع، بينما في نهايه المقابل هو يتبنى وجهه النظر الاسرائيليه كامله. وبالتالي عندما جاء الوزير بلينكن وكان هناك تفاهمات، ثم بعد ان غادر الى القاهره قامت اسرائيل بقصف المعبر رفح اكثر من مره، وايضا الرئيس بايدن في خطابه امس التاكيد على البعد الانساني، ومع ذلك لم تترجم امريكا هذا التعاطف او هذا على الاقل الحفاظ الحد الادنى من القانون الدولي الانساني الذي المفترض ان امريكا تتشدد به وتدافع عنه. لو قلبنا الايه، لو عكسنا الامر، لو ان الفلسطينيين الذين يمنعون هذه المساعدات لكانت الصفه بالارهاب وكانت الصفه بالانتهاك الادميه وبالوحوش وغيرها من الصفات، لكن عندما تقوم اسرائيل
بمنع الماء والكهرباء عن الأطفال وعن النساء، وكأنها تقول إن لم يمت بالقصف يمت بالموت، يموت موتا من الجوع ومن المرض. هل هذا هو الإنسانية؟ هل هذه هي القانون؟ لا بالطبع. هل هذا هو الإعلام الغربي؟ طب السؤال هنا سيد أحمد، السؤال هنا فكرة تدوير القضية واستخدام بعض المفاهيم المتعلقة بالعقاب الجماعي، الإبادة الجماعية، وملموس بشكل كبير جدا خلال هذه الهجمات الأيام الماضية. كيف يمكن تفعيل هذه المفاهيم، أو كيف يمكن يعني استخدام هذه المفاهيم من أجل الضغط الدولي أو الضغط على بعض المنظمات الدولية للإسراع بوقف إطلاق النار داخل الأراضي المحتلة؟ يعني المشكله حقيقه العالم كله والمنظمات الدوليه تعرف ان ما تكون به اسرائيل هي جرائم حرب بمعنى الكلمه، انها اباده جماعيه ضد الشعب الفلسطيني، ان هناك انتهاك صارخ لكل القانون الدولي، القانون الدولي الانسان، لقوانين الحرب، كل هذا تعرفه. ولكن حتى الان المصالح ولعبه المصالح خاصه في الانظمه السياسيه الغربيه والجانب الامريكي هو الذي الان هو الكيل من كيلين، هو الذي ادى الى التعامي عن هذه الممارسات، وادى بالعكس تشجع اسرائيل على المضي قدما في هذه الانتهاكات وهذه الممارسات وتحدي رفض المجتمع الدولي. هل يمكن ايضا بلغه المصالح عفوا هل يعني دون مقاطعه، ولكن هل يمكن ايضا بلغه المصالح ان يلعب الدول العربيه او تلعب الدول العربيه كروت ضغط على هذه الدول او هذه الحكومات من اجل تسريع وقف اطلاق النار داخل الاراضي المحتله؟ بالطبع الجانب العربي يمارس كل الاوراق الضغط على الجانب الغربي وعلى الجانب الاسرائيلي وعلى كل الجوانب. واعتقد ان مع هذه الضغوط بدات امريكا الى حد ما تلين ويقول انها يتم ادخال المساعدات امس يوم السبت غدا مع ادخال 20 شاحنه. لكن انا اقول عندما تقوم امريكا باستخدام الفيتو في مجلس الامن الدولي مرتين لاجهاض قرار يطالب بوقف هدنه انسانيه وادخال المساعدات، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا انها رساله تقول لاسرائيل افعلي ما تشائين، انتهكي ما من كل المواثيق والحقوق. وبالتالي احنا امام اشكاليه برغم هذا الوضع المأساوي الذي يشكل حقيقه يعني نقطه يعني سوداء في جبين البشريه التي تقف صامته ومتفرجه امام هذا الوضع. لكن انا في اعتقادي هناك الدور المصري يسعى مصر المتفقده مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تخفيف عن معاناته شعبا وحكومه، وهذا نجد هذا المشهد الذي نراه، هذه مئات الشاحنات التي تقف وتنتظر هي بتعكس هذا الحرص المصري اولا على البعد الانساني والاخلاقي الحد الادنى من الانسانيه، الثاني وهو التضامن مع الاشقاء في فلسطين وادراكا بحجم المعاناه وحجم الازمه التي وجدناها، ثالثا وهو ان مصر ايضا تسير في اتجاه المسارات الاخرى، مسار التهدئه وقفاز التصعيد، لان ما تقوم به اسرائيل وما وتشجيع امريكا لها والدول الغربيه ولها ما تقوم به سيقود المنطقه الى الانفجار، هذا ما تحذر منه مصر دائما. المسار الثالث وهو البحث في المشكله من جذورها والعمل على تحقيق التسويه والعوده للمفاوضات وحل الدولتين، واعتقد ان مؤتمر القمه الاقليميه الدوليه غدا سيكون هو في نهايه المطاف بيعكس المقاربه والرؤيه المصريه في التعامل مع هذه الازمه، سواء في بعدها الانساني وضروره ادخال المساعدات وتخفيف المعاناه، او في بعدها الامني ووقف هذا التصعيد لمنع الانفجار، او في بعدها السياسي فيما يتعلق بتحقيق المفاوضات وتحقيق حل الدولتين باعتبار انه يحل المشكله من جذورها، وهذا هو السبيل الذي يحقق الامن والامان لكل الشعوب بما فيها المواطن الاسرائيلي. القياده السياسيه المصريه كانت واضحه في التصريح بفكره رفض تهجير قطاع غزه من سكانه، وان الحدود المصريه خط احمر او الامن القومي المصري خط احمر، وبالتالي ربما في هذا السياق والدعوه لقمه السلام غدا كيف يمكن ان يساهم هذا في وجهات النظر ربما المغايره من الحكومات والدول الأوروبية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني بالطبع التهجير وترحيل الفلسطينيين الخط أحمر الأمن القومي المصري الرئيس السيسي قال أكثر من مرة بكل صروح وبشكل قاطع وواضح للفت فيه أنه لا يمكن تصفية قبول هذا التهجير، لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري. الأمر الثاني أن ما تقوم به إسرائيل حقيقة كما قال الرئيس تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى مبدأ سياسة العقاب الجميع، وأن إسرائيل استغلت ما حدث يوم 7 أكتوبر حقيقة لتنفيذ مخططها القديم في تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين بتحويل قطاع غزة إلى جحيم واستمرار القصف العشوائي، قصف المدنيين، المستشفيات، المدارس، إرهاب وترهيب الفلسطينيين، منع الماء والكهرباء والغذاء عنهم بدافعهم دفعا نحو التهجير والانتقال من شمال غزه الى جنوبها ثم الاندفاع عن الحدود المصريه. اعتقد ان مصر حذرت مع كل الرساله كانت واضحه لكل الدول، الجانب الاسرائيلي، الجانب الامريكي، لكل من اتى الى مصر او اتى للمنطقه، وبالتالي هي رساله واضحه لا لبس فيها. انا في اعتقادي ايضا في قمه السلام غدا وقمه القمه الدوليه الاقليميه هي بتعكس اولا ان مصر حقيقه في ظل هذا التيار التصعيد الذي يغذي هذا الصراع وسواء الجانب الغربي ودعمه لاسرائيل وتشجيع على المضي قدما او اطراف اخرى تحاول التصعيد،
هنا تمثل مصر حقيقة تيار الاحتواء والاعتدال. مصر تقول أن هذا التصعيد وهذا الانتصار لن يخدم مصالح أي طرف، وبالتالي لابد أن يكون هناك كوابح لهذا الاندفاع الإسرائيلي وهذا الدعم الغربي اللامحدود لإسرائيل والذي يقود المنطقة للهوية. وبالتالي هي قمة مهمة في توقيتها، قمة مهمة في مخرجاتها، في رسائلها، فيما يتعلق به أن لا يمكن عقاب الشعب الفلسطيني، لا يمكن عقابه وأخذه بجريرة، وبذنب أن هذا العقاب الشامل 2.6 مليون. الرسالة الثانية هو أن يكون هناك تدخل وسط العقل والحكمة لوقف هذا الانتباع وهذا الانتقام وهذا العماء وهذا ما تقوم به سياسة الأرض المحروقة الإسرائيلية، لأنه سيضر سيؤدي الانفجار في المنطقة. الرسالة الثالثة هي أنها بد هناك اتفاق دولي حول حل المشكله من جذورها واقامه الدوله الفلسطينيه باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقه. في اعتقادك الحد الادنى من المكاسب التي يجب ان تخرج منها وتخرج عن القمه، قمه السلام المزمع عقدوها غدا، وخاصه فيما يتعلق اذا جاز لي التعبير بالوين توين سيتويشن، يعني فكره ان يكون هناك اكبر قدر من المكاسب للجانب العربي للقضيه الفلسطينيه بشكل يعني يتيح متنفس حقيقي ومخرج حقيقي من هذه الازمه؟ أنا في اعتقادي هناك مكاسب عديدة ستخرج من هذه القمة. المكسب الأول هو التأكيد أن الجانب العربي والجانب الفلسطيني وجانب طبعا الجانب المصري هو مع السلام وهو مع الاستقرار وهو مع الأمن وهو مع الازدهار ويرفض كل أشكال العنف واستهداف المدنيين وغيره. هذه رسالة مهمة. الأمر الثاني أيضا بيعكس أن في الوقت الذي فيه يتعامل الغرب عن الجانب الإنساني يتمسك الجانب المصري والعربي بالحد الادنى من الخروج من المفاهيم الانسانيه، ان يكون هناك يعني دعم الانسان كذاته بغض النظر عن فلسطين او اي شخصيه، يعني فما بالك اذا كان الشخص يعاني من كل هذا الظهر وكل هذه المقاطعة وهذا العقاب الجماعي. الرساله الثالثه تقول ان استقرار المنطقه وهذه منطقه مهمه من العالم، منطقه الشرق الاوسط، والدليل على ذلك ان بعد هذه الازمه تصدرت اهتمامات العالم كله، يعني غطت حتى على الازمات الاخرى في العالم، بما يعني ان منطقه الشرق الاوسط منطقه مهمه، بما يعني ان القضيه الفلسطينيه تمثل ايضا كما دائما نتذكر كل رئيس سيسي هي القضيه المركزيه في المنطقه للعالم العربي، وبالتالي لابد من ان يلتفت العالم الى حل هذه القضيه بشكل جذري، يعني ما حدث هو عرض لمرض، هذا المرض ماذا؟ هذا المرض هو استمرار الاحتلال، استمرار التشدد والانتهاكات وبناء المستوطنات والاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهذا المناخ يمثل بيئه صراعيه ادت لهذا الانفجار، ومن ثم نزع الفتيل وحل المشكله لابد ان يكون من العوده للاصول ومن الجذور وحل المشكله واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه. طيب يعني في ظل ربما التنسيق مع الجانب الإسرائيلي الآن من أجل دخول هذه المساعدات وبدعم أمريكي، هل تعتقد أن هناك ثمة يعني أمل في الإسراع بفكر دخول هذه المساعدات وهذه الشحنات، وخاصة في ظل زيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمعبر رفح؟ أنا في اعتقادي أن وجود الأمين العام على معبر رفح يمثل رسالة مهمة حقيقة، هو بيكشف وينزع الغطاء عن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، هو يضع الكرة الآن في ملعب أمريكا وملعب إسرائيل، خاصة الملعب الأمريكي حقيقة، لأن الرئيس بايدن كان في المنطقة وكان في زيارة إسرائيل، وعندما خرج يعني وأمس في خطابه في الأمة الأمريكية قال أنه يعني مع يعني تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وأنه سيتم إدخال المساعدات، يعني ذكر هذا الموضوع، ولكن حتى الآن هذا ربما ما نسميه التباطؤ الامريكي او الضبابيه او الميوعه حتى في الموقف يمثل ايضا جرس انذار، وبالتالي هي رساله ان امين عام الامم المتحده اي المنظمه الدوليه الموجوده في نيويورك التي ينضم اليها 193 دوله هي تقف الان اصطفافا الى جانب الشعب الفلسطيني، هي تقف في دعم الموقف المصري فيما يتعلق باولويه وسرعه والحاح ادخال هذه المساعدات حتى لا تقع كارثه انسانيه في الاراضي الفلسطينيه وفي قطاع غزه في ظل اسبوعين من المقاطعه والحصار الشامل ومنع الكهرباء والمياه واستهداف المنشات واستهداف غيرها، وكل هذا بيعكس ان هناك الان رساله مصريه بصبغه الامم المتحده عكسها اليوم امين العالم المتحده غوتيريش لكل الدول وكل المنظمات في العالم. طيب سيد احمد، يعني هناك تنسيق في الجانب العربي، يعني البرلمان العربي كان دي تصريحات بالامس، هناك ايضا القمه المصريه الاردنيه وطبعا لها تاثير كبير جدا، وهناك ايضا زيارات ما بين بعض طبعا رؤساء دول الخليج والجانب المصري، لاي مدى في ظل التنسيق ما بين الدول العربيه يمكن ان تخرج الدول العربيه بورقه عمل او خليني اقول رؤيه شامله من اجل تكثيف هذه الجهود لتحريك ساكن فيما يتعلق بازمه القضيه الفلسطينيه؟
يعني في الواقع دي نقطة مهمة، لأن منذ اللحظة الأولى لاندلاع أو المواجهات في 7 أكتوبر يعني سارعت مصر إلى بناء جبهة عربية، رؤية عربية موحدة، كان الاتصالات والتنسيق المصري الخليجي مع السعودية مع الإمارات أيضا مع الأردن السفير، وكانت هناك الصمة المصرية الأردنية خرجت بيانات واضحة ومتضمنة من الدول العربية تقوم على وضع الخطوط الحمراء. ما هي الخطوط الحمراء؟ الخط الأول والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، لأن هذا التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وأن العرب لن يسمحوا بتكرار ما حدث في 48 و67 من ترحيل وتهجير الفلسطينيين على حساب حقوقهم المشروع. الأمر الثالث أيضا أن الرؤية العربية والمنطقة هي تقول أن الجانب الإسرائيلي ما يقوم به من أفعال حقيقة هو يقود المنطقة إلى الهوية، يقود المنطقة إلى الدمار. الثالثة أنه لابد أن يكون هناك موقف واضح من الإدارة الأمريكية، وهذا ما حدث من رسائل تلقاها وزير خارجية بلينكن في زيارته للدول العربية سواء مصر أو السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول، وهو أن توضيح الصورة الأخرى أن وجهة النظر الإسرائيلية وتبنيها والسردية الإسرائيلية فيما يتعلق بأنها تواجه تهديد، بأنها تواجه يعني مخاطر، كل هذا كان دفع الجانب الأمريكي إلى الحياز الأعمى لإسرائيل وتشجيعها على ما تقوم به. وبالتالي وجود هذا الموقف العربي والرؤية العربية يمثل ضابط وتوازن في الرؤية الإسرائيلية، وهذا يمثل عامل مهم. هذه مسألة مهمة البعد الإنساني أو السياسي أو الأمن. صحيح، بكل تأكيد. الأستاذ أحمد سيد أحمد الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ما زلنا نتابع الموقف والمشهد الآن من معبر رفح وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومعنا عبر الهاتف ينضم إلينا السيد جمال رائف الباحث في العلاقات الدولية. سيد جمال، بعد التحية، المشهد طبعا زي ما ذكرت يعني معبر بكل المقاييس، أمين عام الأمم المتحدة أمام معبر رفح وهناك أسوار وحواجز ما بين دخول المساعدات التي تقف في انتظار الوصول لمستحقيها داخل قطاع غزة. كيف تصف لنا هذا المشهد من وجهة نظرك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد نحن أمام مشهد يؤكد أن الدولة المصرية على قلب رجل واحد تحاول أن تساند القضية الفلسطينية بكل ما أوتيت من قوة، سواء من خلال المسار السياسي أو من خلال المسار الإنساني اللي بنرى جهوده الآن أمام معبر رفح. وفي الحقيقة أن وصول الأمين العام للأمم المتحدة معبر رفح بيؤكد أن الدولة المصرية في الحقيقة بتقوم بجهد كبير جدا، وهذه المساندة الأممية مهمة للغاية في هذا التوقيت. نحن نتحدث عن يعني الحاجة لمساندة دولية وأممية للدور الإنساني ودفع هذه المساعدات للوصول إلى مستحقيها داخل قطاع غزة، خصوصا أن المساعدات الإنسانية الآن ليست من قبيل الرفاهية ولا ليست يعني فقط تعد مساعدات إنسانية مجرد يعني في وقت يعني في وقت أزمة، ولكنها في وقت دهشت في القضية الفلسطينية، وقت متغير كبير جدا، محاولة لتخيير أهالينا في قطاع غزة ما بين الموت جوعا وعطشا أو الموت تحت القصف. وبالتالي إيصال هذه المساعدات هو طوق النجاة الحقيقي لبقاء أهالينا في قطاع غزة وصمودهم وحفاظهم على أراضيهم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الزيارة للأمين العام للأمم المتحدة لمعبر رفح في غاية الأهمية، رسالة مهمة جدا للمجتمع الدولي. رسائله من أمام معبر رفح كانت في غاية الأهمية فيما يتعلق بالتأكيد أن الدولة المصرية دولة ذات سيادة وقادرة على أن يعني تساند الشعب الفلسطيني ودورها المحوري في المنطقة والإشادة بالدور المصري، كلها أمور مهمة جدا. أيضا حديثه عن أهمية وقف إطلاق النار يعني مراعاة الشق الإنساني في هذا التوقيت، أيضا هذا حديثا مهما جدا. وهذه هي النقاط الأساسية التي تتحدث عنها الدولة المصرية طوال الوقت، يعني الحديث هنا عن المسارين المهمين في هذه اللحظة أو الأولويات المهمة في هذه اللحظة، وهي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. وأعتقد أن ولكن مهمة. عفوا سيد جمال، مع الحديث عن وقف إطلاق النار، هناك أيضا ما زالت هناك هجمات مستمرة في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية، وأعتقد دي مسألة يعني بتكشف أن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي تجاه ما يحدث داخل القطاع. يعني الجانب الإسرائيلي يعمل بلا عقل في الحقيقة، يعني حتى حينما يرى الآن الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث إليه، ويرى العالم أيضا حتى العربي والإسلامي والجميع يحاول يعني حثوا على فكرة وقف إطلاق النار، هو لا يبالي بل يذهب إلى المزيد من التصعيد، يعني أمر غير منطقي وغير مقبول. ويؤكد يعني عدوانية هذا المحتل وشراسة هذا المحتل وعدم مراعاته لأي من حقوق الإنسان، وأيضا حتى صمت
الولايات المتحده الامريكيه والمسانده المطلقه من الولايات المتحده الامريكيه للجانب الاسرائيلي والمسانده المطلقه من دول الاتحاد الاوروبي للجانب الاسرائيلي كلها بتؤكد ان حتى مفاهيم حقوق الانسان التي كانوا يتحدثون عنها طوال العقود الماضيه سقطت الان، ولم يعد هناك حديث يعني من قبل هذه الدول التي طالما دفعت عن حقوق الانسان، لا نسمع الان حديث عن حقوق الانسان يعني، ولا نسمع دفاع عن حقوق الانسان، بالرغم ان الاطفال، الشيوخ، الربع، النساء، الشباب، الجميع يقصف، الجميع، المساجد، حتى بالامس يعني كنيسه في داخل غزه، المستشفيات، المدارس، لا يوجد منشأة داخل قطاع غزة غير مستهدفة، جميع المنشآت وجميع ما يمشي أو يعني أو جميع البشر في قطاع غزة مستهدفون، وبالتالي هنا سقطت مفاهيم حقوق الإنسان وبرهن هذا العدوان على وحشية المحتل وعلى أيضا عنصرية هذا المحتل وعلى انحياز المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مطلق وغير مقبول لهذا الجانب المعتدي على الأبرياء وعلى الأطفال وعلى النساء، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني لحظة في الحقيقة صعبة للغاية يحتاج فيها المواطن في قطاع غزة الآن إلى شربة الماء، إلى لقمة الخبز، في حين إن الجانب الإسرائيلي يخيره ما بين الموت جوعا وعطشا أو الموت تحت القصف، أمر يشبه الإبادة الجماعية، أمر سوف يكتب في التاريخ على أنه جريمة حرب هي الأبشع في تاريخ الإنسانية منذ أن بدأت الصراعات ومنذ أن بدأت الحروب. سيد جمال، هناك تأكيد طبعا من أمين عام الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار، هل تعتقد أن هذا التصريح الأممي لو جاز لي تعبير أنه هو يعني تصريح من على لسان أمين عام الأمم المتحدة، هل تعتقد أنه ربما يستطيع أن يحرك ساكن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ يمكن الأمين العام للأمم المتحدة وهو في طريقه للقاهرة كتب عبر صفحته وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه في مهمة إنسانية بشكل أساسي، وبالتالي هو يحاول هنا أن يدعم هذه المهمة، وهو يدرك الآن أن الأمم المتحدة دورها السياسي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار سواء عبر مجلس الأمن أو حتى الآليات الأخرى أصبح صعبا للغاية، وكلنا شفنا أن قرارات مجلس الأمن خلال الأيام الماضية تم عرقلتها عبر الفيتو الأمريكي والبريطاني وغيرها من الأمور، وبالتالي هنا وقف إطلاق النار يربطه الأمين العام للأمم المتحدة بالشق الإنساني بشكل أساسي، وهذا هو المهم الآن، ومحاولة الضغط الأممي من خلال أمينها العام الآن أعتقد أن هي محاولة مهمة للغاية، يجب على كل صاحب يعني قيم إنسانية أن يدعمها في هذا التوقيت وأن يكون هناك صحوة إنسانية، علينا أن ننحي الآن أي من يعني الأهداف السياسية وأن نهدم من روع الصراع الدولي قليلا حتى يستطيع الأطفال والنساء والعجائز في قطاع غزة أن يلتقطوا أنفسهم، يعني هذا ما تسعى إليه الأمم المتحدة وما تسعى إليه طبعا الدولة المصرية وتحاول من خلال الشباب المصري، وبالمناسبة هنا يجب أن نوجه تحية وتحية يعني تحية تقدير واعتزاز وعرفان للشباب المصري المرابط أمام معبر رفح من الجمعيات الأهلية ومن التحالف الوطني للعمل الأهلي، هذا الشباب المصري اللي ضرب نموذج وضرب قدوة وأكد إن حتى يعني في ظل الظروف الصعبة برغم حتى ما مورس اتجاهه ومحاولات لتغييبه خلال الفترات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإثارة للشائعات وإثارة للأكاذيب، إلا إنه يعني يرث حب هذا الوطن ويرث أيضا القضية الفلسطينية، وهذه هي الجينات المصرية التي توارثها منذ سنوات الحقيقة، وبالتالي تحية أيضا تقدير وعرفان لهذا الشباب الواقف صامد أمام معبر رفح لا يريد أن يرحل قبل إيصال المساعدات، وبالتالي ترجع لمرجوعنا مرة أخرى الأمم المتحدة تحاول الآن. نعم، سيد جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.